استئناف رحلات الطيران بين القاهرة وطرابلس ومدن ليبية أخرى، والإعلان عن عودة مرتقبة للعمال المصريين إلى ليبيا، قرارات رحب بها حمدي إمام صاحب إحدى شركات إلحاق العمال بالخارج، خصوصاً مع ترقب كثيرين للعودة وبحث آخرين عن فرص عمل مناسبة. منذ بداية هذا العام 2021 وإحنا كشركة ننتظر فتح سوق العمل في ليبيا، وتم الإعلان عن هذا في الموقع الرسمي للشركة. طلبنا كشركات بصفة عامة أن يتم تقنين سفر العمالة. في إطار الخطوات التنفيذية والتنظيمية التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الليبي لعودة العمال المصريين إلى ليبيا، تعمل الحكومة المصرية على وضع آلية محددة لتقنين أوضاع العمال وضمان الحفاظ على أمنهم وحقوقهم. وزارة القوى العاملة بتسعى جاهدة أن كل اللي يسافر ليبيا يبقى من خلال الربط الإلكتروني، والربط الإلكتروني ده مهم جدا. ليه؟ أنا بعرف العمالة دي راحة فين؟ والعقد بتاعها شكله إيه؟ والمرتب كام؟ وأنا بضمن حقوقها، لأن دي بتبقى باتفاق بيني وبين برضو الجانب الليبي، وبالتالي الحكومة الليبية هي ضامنة لمسألة الإيه؟ هذه العقود ومسألة المرتبات ومسألة الحماية. رحلات الطيران بين مصر وليبيا كانت متوقفة في مطار القاهرة الدولي، وكانت تقتصر على مطار برج العرب في الأسكندرية، ولكن عودتها اليوم تعد رسالة طمأنة لدعم حركة التنقل بين البلدين، وانعكاساً لمدى التفاهمات السياسية بينهما. القاهرة تتطلع إلى تعزيز التعاون مع ليبيا. بالتأكيد الوضع الأمني في ليبيا ليس في أفضل حالاته، لكن هناك محاولات حثيثة من حكومة الوحدة الوطنية لحل المشكلات الأمنية التي تواجه ليبيا. تأتي هذه الخطوة عقب الزيارة التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة خلال الأيام الماضية إلى مصر، والتي تم خلالها التوقيع على عدة اتفاقيات مع الجانب المصري، اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإعادة فتح جميع خطوط الطيران بين البلدين، خطوات تشير إلى بدء دخول المشروع المصري لإعادة إعمار ليبيا حيز التنفيذ، ولكن الوضع بحسب مراقبين لا يزال مرهوناً بتحديات المشهد السياسي والأمني الذي ربما تتضح ملامحه بعد الانتخابات المرتقبة في ديسمبر المقبل. أميرة جدلة، الحرة، القاهرة.